ونبتدي مع حضراتكم جولتنا الفنية برئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واللي منح جارة القمر السيدة فيروز وسام جوقة الشرف الفرنسي، وهو أعلى تكريم رسمي في فرنسا، وده خلال زيارته الثانية للبنان. والسيدة فيروز الحقيقة ظهرت خلال اللقاء بقناع للوقاية من فيروس كورونا، وقامت بإهداء ماكرون لوحة فنية. الحقيقة أنه طلة فيروز مش بس أسعدت اللبنانيين إنما العرب كلهم، وكانت طلتها حديث لمواقع التواصل الاجتماعي مبارح، لأنه هي بقالها سنين ما ظهرتش للعالم، فصورها الحقيقة كانت مبهجة وكانت يعني أدخلت سعادة على قلوبنا جميعا. النجم محمد إمام بيدور على اسم جديد لمسلسل الملك اللي قرر أنه يخوض به سباق رمضان اللي جاي بعد جلسات عمل مع الجهة المنتجة للمسلسل، واللي بيقوم بكتابته السيناريست محمد صلاح العزب. الفنانة الكبيرة ماجدة زكي بتقوم دلوقتي بتصوير المشاهد الأخيرة ليها من الجزء الثاني لمسلسلها قوت القلوب، وباقي حوالي 5 مشاهد وتنتهي من المسلسل تماما قبل عرض الجزء الثاني خلال الفترة اللي جاية، واللي هتنتهي منهم تقريبا بكرة. طبعا ضحكة ماجدة زكي ضحكة مصرية مميزة جدا وخاصة جدا، كل التوفيق ليها في الجزء الثاني من المسلسل. المؤلف محمد عبد المعطي بيتعاون من جديد مع النجم أحمد صلاح حسني في مسلسله الجديد اللي بيحضر له حاليا، وأحداثه بتدور في 45 حلقة، وده بعد ما تعاونوا قبل كده السنة اللي فاتت في مسلسل ختم النمر، والمسلسل إخراج أحمد سمير فرج. نروح للخبر اللي جاي، وهو عن عرض مسرحي لسينما مصر للمخرج خالد جلال. هيرجع يستأنف عروضه من جديد بداية من يوم الاثنين 7 سبتمبر، وهيقدم 4 حفلات أسبوعيا للجمهور أيام الحد والاثنين والثلاث والأربع من كل أسبوع على مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية. النجم تامر حسني أكد سعادته الكبيرة بردود الأفعال على الكليب الجديد اختراع اللي قدمه مع النجم محمود العسيلي، وتامر قام بإخراجه في أول تجاربه الإخراجية، واللي أكد أنه عنده خبرة كبيرة في الإخراج، إداها المخرجين كتير كبروا وكسروا الدنيا، وكان دايماً بيحس أنه ينفع يبقى مخرج من زمان. الفنان الراحل عامر منيب واحد من الأصوات اللي ما ينفعش ننساها، واحد من الأصوات اللي حققت نجاح كبير بين الجمهور المصري والعربي، ولنجاحه في الغنى خلاه كمان ينجح في السينما قبل رحيله في 2011، والنهاردة بنحتفل بذكرى ميلاد عامر منيب من خلال الله يرحم النجم عامر منيب. عامر منيب يمكن من الفنانين اللي ما كانش ليهم رصيد كبير في الفن، حوالي 4 أفلام و12 ألبوم، لكن فضل عايش معانا وهيعيش لسه معانا بفنه، وعمر ما نجمه انطفى الحقيقة، وهيفضل عايش معانا.